احنا نتمنى يكونوا مؤسسة وطنيين يجوا هذه المرافق. ما يعود ما يروحوا يشوفوا المشاكل اللي وقعنا مع الشركات الأجنبية. ماذا بينا احنا يكون كما نقول المتعامل الوطني ويد الإنجاز وطني. سبحان الله عندنا إمكانيات. جميع تاعنا راهي تخرج أكثر من 300,000 طالب في العام. 300,000 وين راهي تروح هذه؟ لكم ما نخليهاش ما نعطيهاش مشاريع وطنية مهيكلة كما هذه لإنجازها. وبالتالي فقلت لكم لازم المقاربة تتغير. تتغير كما نقولوا كليا. مش غير بالنسبة حتى بالنسبة لآليات الإنجاز، بالنسبة لمقاولة الإنجاز، بالنسبة لليد العاملة في الإنجاز. فحان الوقت فيما نقولوا أن نثق في اليد العاملة الجزائري، في التقنيات الجزائرية، في المدرسة الجزائرية، في الجامعة الجزائرية. أن يعني نعطيو لهم كل هذه المشاريع إن شاء الله. المشاريع المقبلة إن شاء الله سوف يكون هناك تغير فاصل ومصادر.